بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة وهذا اللقاء الجديد معكم ومع ضيف الكريم الداعية سيد عبد السلام، أحد دعاة اللجنة العاملين فيها، اللي لهم دور ولهم جهد ولهم عمل مشكور عليه جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على هذا العمل. حياك الله شيخ سيد عبد السلام في هذه الحلقة. شيخ عبد السلام، نتعرف أولا على بلدتك واللغة اللي تدعو فيها. أولا الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على أشرف العباد وأفضل الرسل محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسمي سيد عبد السلام، درست في الهند بجامعة دار السلام بولاية تاميل نادو، وتخرجت من هناك 1995. نعم. وبعد ذلك اشتغلت في المسجد في الهند كإمام. إمام مسجد في الهند. نعم، كمدرس. فكان هناك تعليم تدريب للأطفال والشباب. كنت أعلم الأطفال والشباب الإسلام والقرآن والتحفظ وهكذا. أي لغة عفوا شيخ تتكلم؟ لغتي لغة تلغو وأردو. تلغو. أردو. وجيت الكويت 2001. لماذا جيت الكويت؟ أولا جيت الكويت كجولة، لأن هناك أنا عائلة أختي كجولة في الكويت. أي نعم. أختك في الكويت. نعم. زيارة يعني. زيارة. بعدين اشتغلت يعني. أين اشتغلت؟ في البيت يعني كسائق. بعد سنة وستة أشهر بفضل الله ثم بيعوني رجل طيب دخلت اللجنة. عرفت على اللجنة. نعم، عرفت على اللجنة ونشاطاتها. بعدين اشتغلت كداعي يعني. تقدمت اللجنة كداعية وقبلت بحمد الله. طيب، هذا الكلام سنة 2002 أو 2003 تقريبا. 2002 يعني. 2002 يعني نهاية. وانت في اللجنة في من 2002 إلى الآن. نعم. في أي مقر في اللجنة أو أي فرع؟ أول كنت أشتغل في فرع الجهرة. نعم. حاليا رئيسي في المقر الرئيسي. في المقر الرئيسي. عملك في اللجنة شيخ سيد عبد السلام مع من بالضبط؟ مع غير المسلمين ولا مع المهتدين ولا؟ لما كنت في الجهرة كانت لدي دعوة لغير المسلمين ورعاية المهتدين يعني مع بعض. اي نعم. لكن لما انتقلت الى الرئيسي هناك انا اشتغل يعني في قسم المهتدين يعني فقط. رعاية المهتدين، تربية المهتدين. يمكن يناسب عملك لما كنت في الهند كإمام ومعلم نفس العمل تقريبا. نعم. اي. طيب شيخ، كم اسلم على يعني دعوتك بالسلام؟ الحمد لله بفضل الله تعالى فوق 300 شخص أسلموا. نعم. طيب شيخ، أنت يمكن من خلال خبرتك في الدعوة وما شاء الله يمكن إمام مسجد في الهند السابق، ما هي أهم الصفات اللي يجب أن يتحلى فيها الداعية إلى الله يعني؟ أولا أن يكون هو تقيا ونقيا بقلبه. وبعدين أن يكون حسن السيرة والسلوك الأخلاق. نعم. وملتزم بسنن والفرائض. نعم. ومن نوافل وغير هذا من أمور الدينية. هذه الصفات اللي ينبغي على الداعي أن يكون هو بنفسه. هذا الثاني الحس على الدعوة. الحس الدعوي الأهم يعني اللي سنة. نعم نعم، كما نرى في سورة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام حصل فرصة في السجن. نعم. فدعاهم إلى الإسلام قال أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. نعم. يعني دائما الداعي يحرص على الدعوة ماذا يحصل له فرصة. نعم. والثالث قبل الثالث سيد عبد السلام، أخذ فاصل وراح نكمل إن شاء الله معك بقية صفات الداعية. خلكم معنا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ألتقيكم إن شاء الله. كن سببا في هداية الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. محمدا رسول الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع
الشيخ سيد عبد السلام الداعي في لجنة التعريف بالإسلام، وكان الحديث عن صفات الداعية، تكلم أن يكون تقي ونقي، أن يكون حسن السيرة والسلوك، صاحب أخلاق، محافظ على السنن والآداب الإسلامية، ثم يكون عند الحس الدعوي، الهم الدعوي، الحرص على هداية الناس في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان تسنح له الفرصة يستغلها في دعوة أناس إلى هذا الدين العظيم. في صفات أخرى أيضا للداعية نتفرج. الثاني يكون لديه خبرة وقدرة على ديانة المدعو. نعم يكون عالم بديانة حتى يعرف كيف يدخل عليه. نعم. وبعدين الحوار حسب مستويات الأشخاص، يعني إذا هو متعلم له أسلوب غير، إذا هو أمي له أسلوب غير. ما يكون هناك نقاش أو جدال، كما قال الله عز وجل وجادلوا بالذي هي أحسن. ونحن نحترم كل الإنسان، لأن قال الله عز وجل يعني والخلق كبرنا بني آدم، هذا لكل إنسان في كرامة، فنعطيه كرامة ولا احترام حتى على الأقل تكسبه في البداية. نعم. شيخ سيد عبد السلام، ما هي أقوى الوسائل اللي جربتها في الدعوة تنفع؟ هل هي الحوار ولا الوسائل أقصد المقروءة المسموعة؟ شنو أكثر شيء يؤثر في المدعو؟ أولا لما ندعو غير مسلمين، الابتسامة هي وسيلة جيدة لنصل إلى قلب هذا الشخص يعني. وبعدين بعد هذا هناك زيارة تجمل داليات، وكذلك زيارة المستوصفات، يعني هو مريض نحن نزوره ونأخذ معنا عصير وكهذه الأشياء لندخل عليه السرور ونقول له يعني أن هذه الحياة الدنيا فانية ولازم نرتحل من هذه الدنيا، فقبل أن نرتحل هذه الدنيا فنستعد لهذه الدنيا ونفهم ونعمل. وهذا وغير هذا تنسيق مع الشركات ومع أهل الخير يتعاونون معكم. نعم يعني هذه وسيلة للدعوة وإن أفضل الوسائل يعني في الدعوة. شيخ سيد عبد السلام، أبي كلمة تنصح فيها الكفلاء في التعامل مع الخدم، كيف تعامل؟ يمكن أنت تلاحظ كثير من اللي تدعوهم خدم في البيوت أو يعني عمالة، فماذا تنصح الإخوان الكفلاء؟ أولا جزاهم الله خيرا الكفلاء، أن المهتدين الذين ترونهم الآن رأيتهم اللجنة الآن. نعم. نعم. حول ثمرة عند الكفلاء من معاملتهم. نعم. ومعظم المهتدين معظم غير المسلمين هم يسلمون لأن معاملة الكفيل معه جيدة، يعني الكفيل هو اللي يمهد الطريق. نعم. وتكمل أنت إن شاء الله الدعوة. نعم. بعد ذلك بعد ما يسلم هذا الشخص، الكفلاء هم حريصين على التربية وحضور الدروس. نعم. يعني. نعم. والذين لديهم شغل أو هم مشغولين في العمل فنحرصهم على التربية وعلى تعلم العقيدة. نعم. ونقول لهم يعني ما هو الخسران إذا ما حضر الدروس. نعم. فبهذا التاريخ هم يعني يتعاونون معنا الحمد لله يعني. شيخ آخر سؤال، نبي عدد المسلمين اللي دعوتهم، كم عدد اللي أسلموا تقريبا يعني؟ قبل ما قلت يعني فوق 300 يعني. ما شاء الله. الحمد لله أسلموا بفضل الله. ما شاء الله. جزاك الله خير سيد عبد السلام على هذا اللقاء الطيب. أشكركم أعزائي المشاهدين الكفلة اللي كان لكم سبب عظيم في هداية هؤلاء إلى الإسلام. البداية قاعد تكون منكم، وهذا قاعد يقرر جميع الدعاة، الهداية منكم أنتوا، البداية منكم أنتوا، الدعوة قاعد تطلع منكم في تعاملكم، في حسن تصرفكم، في رحمتكم لهؤلاء العمالة سواء في المنزل أو في الشركات. يعني الداعي ما علينا يكمل الطريق اللي بدأت أنت. فأسأل الله سبحانه وتعالى يحرمكم الأجر والمثوبة. ألتقيكم بدنا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.